الحساب الحساب الوقت اللهم صل على النبي مشوار 50 مشوار 50 مشوار اللي عند الارض كده 50 جنيه. تمام تمام. وشغلها يا عمي 50 جنيه. موافق؟ موافق يا معلم. الله يبارك. كلام حقيقي ده في الفيديو بس. كله في الفيديو. يعني مش هتدفع؟ لا هدفع. اللي قدر القدر تتقدر. الحاج محمد اهو بيحول لها فودافون كاش يا جماعه. الحاج محمد ده هو راجل كبره الله يخليه. قلت له هات فلوس، قال مش معنى هدوم الغيط. طلع معاه فودافون كاش، وهنحول فودافون كاش اهو. زيرو ارسال واحد للتاكيد صح. ارسال ادخل القيمه 100. ارسال ادخل الرقم السري. ادخل الرقم السري. ادخل رقم السري باللي ده على الانديه ده 100 جنيه. ايه كام؟ هو في زيه ما تخافش، والتليفون طيب. معاه 3 1 3 1. تم تحويل 100 جنيه للمعلم محمد هلال. 100 مش 1000 ما تخافش. طيب ماشي. بس هنطلع القناه بتاعت محمد ابو هلال اهو. هي فاهم. بصوا قدام رجلها اليمين. عم محمد بتتريق علينا. لا والله ما بتتريق اهو. احلى لايك اهو. تمام كده. دوم لايك. جامدة. ايه؟ بقول لك وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الله 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 عليك يا عم الشيخ. مين ده بقى؟ شو النور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. خليك مديها كتفك زي ما قلت لك. حاضر. عشان هي هتقوم جاريه مننا الوقت. ليه؟ الخراج هيجي. مش قلت لك ارجع ورا شوي. حاضر. الحمارة دي ممكن تلاقي فيها خروج مختفي. ده خد لنا جو. مش لاقي تمشي منه. اثبت خراج. امال ايه السبب انها بتعكز؟ هقول لك. انت ضربتها؟ ضربتها؟ اه كنت رايح بها مشوار لغايه لوليا كده وضربتها اهو. وجعت منك ولا حاجه؟ لا. طب هي زعلان. طب عايزين نصلحها. هركب لها حدوه. ايوه. وهنصلحها. ماشي. احنا بندور على خراج مختفي مفيش. ما انا هنا كده. هنا كده. ايوه شوف هي حست بالالم اهي. الالم هنا كده يا حاج. تمام. بس طولي بالك. تمام. بتقول دلوقتي بقى الالم اللي ايه سبب وجود الالم هنا بقى؟ الالم دي شالت حاجه تقيله. شالت حاجه تقيله؟ الحفر سليم؟ كان شال شويه تو تعب هنا. خلعنا شويه توم وقت اخذناه. لا تعبت. هتجيب لها مرهم يود، وهتجيب لها اللهم صل على النبي شويه خل. عشان الالتهابات ده هم تاخد حقنتين دكلوفين. ماشي. حدوه مش هنركب لها حدوه، هنقلم الثانيه. ماشي. وهنقلمها ونظبطها وخلاص. يا معلم ارفع يا باشا. تعالى يا باشا هنا. حد كده الاخرى معوقه اهي. شيل شيل بليك الاثنين اهو. زوايا عاليه برضك، ممكن تكون اتعطرست ولا حاجه وجت على ال على المفصل ده اهو، هي اللي عامل فيها كده، فعمل هنا شويه التهابات. يعني شوف دي سليمه اهو.
دي سليم بتجد من الثاني، واخد بالك معايا؟ تمام. بتجد منين؟ من الثاني. يبقى هيجي لها مرهم ماشي، ميجا مصد، وهيجي لها حقنتين ماشي يابا، حقنتين دوكلوفين، وتريحها في اليوم في الدار. تمام. تريحها كم يوم؟ يومين. 45 يوم. 45 ايه؟ اكنها مجنده. 45 بضحك معاك يا اخي. هترتاح اسبوع. ماشي. ماشي يا ابو الحاج؟ ماشي. وتمنع عنها بقى الايه؟ الاكل اللي هو مثلا الحوادق. الحوادق. تاكل عادم كله. تاكل كل عادم، يعني فرخ شامورت. تضحك؟ الفيديو مش فيه تهريج يا حاج محمد. انا مش بهرج. فرخ شامورت ولا حاجه، ولا كتكوت هندي. جيب لها كتكوت هند. ماشي. لازم كتكوت هند. ارفع يعني التانية. برسم لا. لا ارفع الثانيه كده. ارفع الثانيه. شوف الثانيه التهاباتها اهي. اه. اهي يا جماعه. اهي. امسك كده يا باشا. يا هو حاضر. طبعا احنا ظبطنا الزاويه بتاعتها. والحمد لله احنا مش معانا الخشبه. اول يوم نسيب الخشبه في البيت. فهنجلمها بايه؟ وش الحفر كده. هو اهم حاجه عندنا كانت البطن بتاع الحافر. بطن حفر الحماره دي اصلا تعبان، حتى اللي ورا تعبان. بص على الورا كده ماشي، هنجيبها اهوت ونروض عليها. ارفع اللي ورا كده يا عم محمد. يعني لو كده ده خلاص. ارفع اللي ورا. حاضر. شوف يا عم، قلت لك اللي هي بايظه يا حاج. قول بسم الله. بسم الله. ربنا يصلح ما بين ايديك يا محمد ابو هلال يا رب. طبعا ده يا جماعه العوجان والشغل ده وهي ماشيه ما تديكش الاداء صح، وممكن تتعطرس وهي ماشيه تقوم واقعه. تمام. وممكن بقى لما تقعد تقوم ايه، عامله مثلا شد لها وتر، شد لها شويه مفاصل يتعبوا. ما هو ما هي الزاويه بتاعتها بايظ. تمام. نشوف عامله ازاي يا عم محمد. مين يعرف يمشي كده؟ لا. فاحنا لازم نعدل. ربنا يصلح بين ايديك يا معلم. الله يبارك لك. ولها قوانين برضك، يعني مش بنشد وخلاص كده. لا ده الحياه، حياه حياه عمليه. ايوه. انت راجل شغلك شغل عملي باتقان. الله يبارك لك يا عم محمد. ريحتها عامله ايه؟ ريحتها ايه؟ ريحتها وحشه صحيح. صحيح. ريحتها فيها يعني. خلاص خلاص. ما تقولش يعني. على الفيديو؟ ما تقولش بقى انت تقول حاجه. طيب حاضر. ارفع التنكه ونقلمها على الارض. بسرعه في ميمت مباشره اهي. بس احنا بقى هنظبطها برضو. ناخد الكيرف ده هينزل معانا في الارض. بس هنظبطه باذن الله. راحت فين الحافر؟ راح في الارضيه. بس السكينه شغال، عارفين احنا بنعمل ايه يعني. سيبها كده يا عم محمد. حاضر. ارفع يا باشا. شكرا. ارفع اللي عندك بقى. ارفع اللي عندي. ايوه يا استاذ. حاضر. يا اخي حطيت يا عم محمد. حاضر. حطيتها مكانها تاني. اوعى كده ما تعذبيش فيا لوجه الله. ارفع يا باشا. ارفع. حاضر. سيب يا عم محمد. اهو. ارفع يا عم محمد. حاضر. يا اخي انت مطيع قوي، لو الواد فارس يبقى مطيع زيك كده. بس لا يعني وقت الفيديو ما لازم يبقى كل حاجه ماشيه صح. يعني في الفيديو ماشيه صح. يعني غير الفيديو مش هتبقى مطيع. لا مطيع. انت راجل مطيع اصلا. انا بحبك عشان انت راجل محترم. الله يخليك. الله يبارك لك يا عم محمد. يديك الصحه يا ابو اسلام. الله يخليك يا راجل يا بركه. احنا كنا ممكن نجيبها. اوه. ارجع بدورها كده يا عم. اي. امسك انا مش عارف. عم محمد. الواحد عايز يبطل الشغل ده. ليه يا معلم؟ يعني الناس والزباين. لا عشان خاطر زباينك ما تبطلش يا معلم، احنا ما نستغناش عنك ابدا. الله يبارك لك يا ابو الحاج. ده كلام حقيقي ولا كلام في الفيديو؟ ده كلام حقيقي.
لا صحيح الحقيقة لازم بتطلع على طول تلقائي كده تلقائي. طب اجمد بقى عشان نقلمها كده عشان ما احنا لنا في ارض ايه؟ في ارض برسيم. ارض برسيم فيها طين. فهنقلمها يدوي. ما هو كله يدوي، انت شغال كهرباء؟ يا معلم انت بأي شيء تشتغل بيه صح. الله يبارك. اتقلمت. بس احنا لازم ايه؟ نظبطها. هي دي اللي هتظبطها. حاول تسيبها كده على الارض. حاضر. ما شاء الله خلصت خالص اهي. والتجلمه يعني ما شاء الله هي رجليها عوجه من ورا. رجليها عوجه من ورا ليه يا حاج محمد؟ ها؟ رجليها عوجه من ورا كده ليه؟ يعني عشان انت كنت بتسيبها كتير من غير ما تتجلم. وده اكبر غلط. يعني الناس اللي بتسيب حمرها من غير ما تتجلم يا جماعه. اول حاجه الحفر لو اعوج هيبوظ. تمام. تاني حاجه الحفر بيربي لحم. وحفر زايد بيقوم عامل خراج. ننفخ بقى ايه؟ مش ننفخ هنا. اي خدمه ثانيه يا عم محمد؟ تمام كده يا عم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان معكم الحاج محمد ابو عوض ابو بحيري. ابو عبده محمد عبده بحيري والمعلم محمد هلال من ارض البرسيم. الحته دي ارض ايه؟ ارض البرسيم. ما انا عارف ارض البرسيم يعني الحوش المكان حوض الحلو. احنا الوقت في حوض الحلو. يعني الحج الحلو الله يرحمه. ليه سموها الحلو؟ اي برضو كان نتناقش في الموضوع ده. سموها الحلو عشان الراجل اصلا صاحبهم كان حي، صاحبها كان حي. احنا بنتكلم بجد، احنا الوقت بنتكلم بجد على الهواء. ليه سموا العزبه دي عزبه الحلو؟ والله انا من عزبه العرب مش من عزبه الحلو عشان افيدك. انت من عزبه العرب؟ من عزبه العرب. طب برضك هوجه لك السؤال برضك واقول لك ليه سموها العرب؟ عشان الناس اللي جايه عرب. يعني اساسها ناس عرب. اساسها ناس عرب. يعني كانوا مثلا سارحين هنا في الاراضي وقعدوا في الـ في الـ في كانوا عرب واجوا استوطنوا في العزبه دي سموها العرب. عرب منين يعني؟ يعني هم كانوا عرب اجوا استوطنوا في المكان ده وسموه العرب. ماشي، يعني عرب من مصر. اه. وكانوا مثلا جايين ياجروا بارض زي دي كده ياكلوا فيها مثلا، اشتروا بيت وبقت العرب هنا. تمام. مالوا الدنيا. تمام. بقت عزبه العرب. تمام. انما عزبه الحلو مش عارفين. عزبة الحلوة لا اصلا ما اقدرش افيدك، انا اصلا من عزبة العرب. لما تستنى، ما هو عزبة العرب عزبة الحلو مش بعيد. ما هو عارفين يا جماعة اللي ايه اللي بيفرق بين الحلو والعرب؟ ايه اللي بيفرق؟ مشروع. اللي بيفرق المشروع يعني. ايه حتة مثلا زي 4 متر كده. اه. هم اللي بيفرقوا بين العرب والحلو. اه. ها. انت ما تبصش لها وسط الكاميرا. اه. اي حاجة وجعاك؟ على النعمة انا هنزل الفيديو ده كده، مش همسح من الهواء. ما تنسحش حاجة يا معلم. ليه سموها الحلو؟ كل اللي تعمله انت صح يا معلم. اه ليه سموها الحلو؟ انا مش هسيب. ايه؟ اقعد. احنا بدينا واحد من الحلو بقى عشان نقدر نسأله. طب اقعد. اقعد يا عم محمد. اتفضل. هنلاقي قاعدة غير دي فين؟ لا ده قاعدة حلوة. اه لما فارس يلم العدة يا استاذ فارس. اه. عايز حاجة؟ يا معلم بقى احنا حسابنا ايه؟ عشان يبقى نعرف الحساب. الحساب الحساب الوقت اللهم صل على النبي مشوار 50. مشوار 50. اه مشوار لعند الارض كده 50 جنيه. تمام تمام. وشغلها يا عمي 50 جنيه. اه. موافق؟ موافق يا معلم. الله يبارك. كلام حقيقي. ده في الفيديو بس. كله في الفيديو. يعني مش هتدفع؟ لا هدفع. اللي قدر القدر تتقدر. بالفعل. بالفعل. والحاج محمد برضك بيهرب من السؤال يا جماعه. يعني كل ده اهو انا عمال اقول له اللي عزبه الحلو سموها الحلو ليه؟ مش راضي يقول. ليه سماها عزبه الحلو؟ احنا مش من الحلو عشان اقول. طب ممكن نستضيف الحاج محمد اسماعيل؟ اه ممكن نستضيفه. يعرفه؟ حابب اسماعيل احنا مستضيفينك هنا على الهواء. قول لا قول له عزبه الحلو مسمى عزبه الحلو. هي عزبه الحلو اتسمت عزبه الحلو ليه بقى؟ اه نسال مين؟ انت من ايه؟ انت من العرب؟ يعني ما فيش حد هنا من الحلو يا جماعه؟ لينا لقاء تاني ومعانا بعد كده ايه؟ لا لا شخص لا. من حاله. الله وكل ما تعرف يعني. انا مش عايز اقفل لما نعرف الاول. اه. العزبة الحلو دي سموها الحلو دي. سميت بعزبة الحلو ليه؟ اه انا الوقت تعبان. اه. وفعلا والله العظيم يعني. طب ما نعملها لقاء تاني يا حاج محمد. احنا اللقاء بتاعنا دهوت كان عشان طريقة تجليم الحمارة. والاوضاع اللي هي كانت ايه مش مظبوطة فيه. ايوه. لكن احنا دلوقتي. اطلع الديوان بس يا جماعة. اه.
ماشي احنا الوقت ايه؟ خلصنا موضوع الفقرة اللي هي بتاعة تقريبا لنا فقرة تانية في معرفة سمية عزبة الحلو بالحلو ليه؟ مش هسيب ان شاء الله هجيلك والله لنا لقاء تاني لنا يعني الناس اللي عايزة تعرف عزبة الحلو اتسمت بعزبة الحلو ليه؟ ان شاء الله لايك. ان شاء الله لنا لقاء تاني وهاجي لعم محمد في نفس المكان الجميل ده تمام وهنشوف عزبة الحلو اتسمت الحلو ليه؟ تمام. احنا عرفنا عزبة العرب سميت بالعرب لانهم كانوا ناس عرب وجوا استوطنوا في المكان ده سموه باسم العرب سموه باسم العرب. العرب تمام عشان هم عرب عشان هم عرب احنا عارقين يا اخو عشان كله بعرق جبين شغال ها عشان انت شغال كنت عرقان انا ما عرقتش عشان اشتغلت الف سلام عليك يا عم محمد الله يسلمك اللي معلم فارس بضحك ممكن اجيبك معانا فارس صديفك معانا يا فارس اجيبك معانا لا ليه طب ما تبصش ليش يا فارس انت ما خزان من ايه يا فارس طب يلا دور الموتوسيكل يلا يا معلم ها تشجع القناه بتاعت والدك مثلا خلينا ايه رجاله مع بعض احنا طيب واللي بتعمل الحماره دي يعني دلوقتي الحماره دي شفت انها دف لازقه خدت وضعها الطبيعي والله العظيم بين وبينها ما فيش يعني لو ضربت برجليها هتضربنا رجليها عمرها ما تقدر تضربك عشان انت رجليها كده دلوقتي الحاجات اللي هي كانت تعبانه منها ارتاحت منها شكلها هتضرب لا 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 عمرها والله هتمشي ليه ما يجيبكش انت خزان ليه طب قول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى اللقاء الى اللقاء